احنا بخلاف هذا، احنا الشعوب نتاعنا تقهر. عندنا الجريدة الرسمية مؤخرا جاءت بقوانين قمعية، وكان الواجب أن يرد عليها من طرف الأحزاب أو النخبة السياسية أو النخبة، حتى القضاة لما ينبغي أن يثوروا عليها، والمحامين يثوروا عليها، وأصحاب الرأي، هؤلاء يقننون الظلم للشعب الجزائري. ممنوع تصير في البارح، يعني يفسحوا المجالات اللي يمشي في الرئاسيات، واللي طبل الرئاسيات مقبول. يا سيدي أنا ضد الرئاسيات، من حقي أيضا، من حقي. الذي يشارك عنده حق يجتمع ويدير مسيرات ويكون حتى في القنوات الرأي هذا والرأي هذا. لا، الرأي المخالف لا، لابد أن يقبر. قولوا لي بربكم يرحم والديكم. القمة العربية اللي صارت في البحرين فضيحة، فضيحة كبرى. هل هناك فضيحة أكثر مما حدث في البحرين؟ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، هذو أصحاب جلالة، هذو أصحاب جهالة مش جلالة. وش من جلالة عندهم هؤلاء؟ الجلالة لله تبارك وتعالى، والفخامة هؤلاء الذين أكلهم وشربهم يأتون به من الخارج، لولا البترول والغاز اللي موجود عندهم لا بقوا يمشوا على البعران إلى يوم الناس هذا. مجموعة انت أعراب أجلاف، وحبوا يديروا حضارة بناطحات السحاب هذه لا تفيد. والسمو، وش من السمو عندك؟ السمو أي سمو؟ هذو أصحاب الجهالة والجلالة. الجلالة أعرفوها في اللغة العربية، تعرفوا ما معنى الجلالة؟ هذا مش الجلالة، الجلالة. ابحثوا عنها سوف تجدونها. والفخامة، هؤلاء الذين طبعوا، ما كاش دولة يعني مطبعة مثل هذه البحرين، ويمشيوا بالدين الإبراهيمي وموقعين. فضيحة كبيرة صارت في القمة العربية هذه، سكتت لحد الآن. وقال نهار واحد، يوم واحد، بيان يتيم يدين المجاهدين والمقاومين، يدينهم. ولذلك نحن منعنا يوم الجمعة بأن نقوم بوقفة احتجاجية، إما أمام سفارة فلسطين في الجزائر أو أمام رئاسة الجمهورية. كيف يسمح لمحمود عباس الحركي العميل الخائن، كيف يسمح له أن يحمل حماس الدمار الذي حل بغزة؟ وزير الخارجية الجزائرية لم ينقص ببنت شفا، ولم يخرج من القاعة. بعد يقول لك الجزائر نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أنتم تحوسوا على دولة الفلسطين يحكمها محمود عباس، أنتم مع إسرائيل، أنتم مطبعين بطريقة غير مباشرة. ما الذي فعلتموه؟ هكم جلستوا في البحرين في المنامة، تعرفوا شو معنى المنامة؟ بيجامة للرقاد. المنامة احنا عندنا اما مكان ينام فيه الانسان هادئا، او نوع من اللباس يلبسه الانسان اذا اراد ان ينام. كنت في المنامة. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم، هكذا قال الشاعر معروف الرصافي قديما.
ما فاز إلا النوم أصحاب الفخامة والسمو والجلالة. الكلام الفارغ هذا ما تنفعكم لا عند الله ولا عند الناس. كان الواجب هنا في الجزائر، وكان فعلا راهم مع فلسطين ظالمة ومظلومة، يقطعوا مع محمود عباس. ما إذا ما فعلته الستة وما فعله 22 الثوار في الجزائر، هل انتخبهم الشعب ليقوموا بثورة 54؟ من الذي أعطاهم لإذن 22 يجتمعوا في سالومبي ويقروا ويجتمعوا في رئيس حميدو لابوينت فيسكال بكري قديما ستة في دار بوقشورة، ويا قالوا نديروا ثورة جزائرية حاجة من إذا هؤلاء الذين سقطوا مليون ونص مليون شهيد، المسؤولية نتاعهم ماشي تقع على فرنسا، تقع على هؤلاء 22 وعلى الستة اللي فجروا الثورة. هذا هو منطق تاع محمود عباس الخبيث، هذا هو المنطق تاعو. الجزائر تمشي معاه وتمد المال، إذا الجزائر مطبعة، لأن هذا أكبر مطبع، هذا خذ الدراهم تاع الجزائر وراح بنيكاس وزير الدفاع، أثناء تحويل الأموال أخذت الكيان الصهيوني أخذ جزء من أموال الشعب الجزائري. ما سمعنا تبون تكلم، ما سمعنا شنقريحة تكلم، ما سمعنا وزير الأول تكلم، ما ولا وشي. كلام هكذا قال، كان المفروض أن تقوم القائمة تم في المنامة وينفض سامة. قال إذا كنتم أنتم تدينون هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله والذين يريدون أن يحرروا أرض الله تبارك وتعالى ويريدوا أن يستردوا بيت المقدس مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم منهم ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. سكوت، لا شرع ولا قانون دولي ولا أي شيء. شيء عجيب ما حدث الجمعة هذه يوم الخميس، حتى الأئمة في المساجد إلا من رحم ربي وقليل معهم، أصبحت قضية فلسطين يعني مجرد دعاء. يقول لك احنا لا نملك إلا الدعاء، الجزائر عندها سلاح. أنا شفنا شنقريحة في عين والسارة، السلاح لا ما تمدوش لخاوتك في الله في سبيل الله، وإحنا باش حررنا أرضنا الجزائري وكما جاونا السلاح من هنا وهنا وهنا وهناك، كيفاش كنا نحرروا البلاد نتاعنا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيما عاونونا باش حررنا أرضنا نعاونوهم هما أيضا وبالسلاح وبالمال وبالمواقف. أنا شفنا يعني نتاع البترول يروح عرقاب يروح لأوروبا ويهيئوا كيفاش الإمدادات نتاع الكهرباء نتاع الغاز ونتاع الكهرباء لا تنقطع على أوروبا، وأوروبا مع كيان صهيوني. إذا الجزائر راهي ماشية في طريق باين مهما حاول، ما كانش عندها مواقف. الجزائر ينبغي أن يكون لها موقف متفرد، موقف متفرد. أما هذا الشطحات اللي يقول لك أنا تكلمنا في كذا ورانا قلنا كذا ورانا عملنا كذا، هذا كله كلام لا أصل له. إذا لابد علينا أن نقول في المنامة، أنا شفنا هذا الحكام يظلموا شعوبه. أنت تقول باللي عندك رئاسيات مسبقة في الجزائر، لحد الآن اللي عندهم آراء مخالفة إما في السجن وإما تحت المطاردة والملاحقة صباح مساء وإما تحت الرقابة القضائية. لماذا هؤلاء مجرمون؟ لا مش مجرمين، هؤلاء معارضين للنظام، سواء اللي كانوا في الداخل أو في الخارج معارضين للنظام، عندهم وجهة نظر سياسية تخالف تاع النظام،
ومن حقهم. واحد تدخله للسجن وتلفق له تهمة، وواحد تطارده وما تخليهش يمارس حقوقه صباحا مساء 24 في 24 ساعة، وواحد تحت الرقابة القضائية. إذا صفيتوا أنت انتوما كيما قيس سعيد هذا تاع تونس، هاي البارح حكموا على الشيخ راشد الغنوشي، فك الله أسره وأسر جميع المساجين المظلومين في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي موريتانيا وفي كل بلاد العالم الإسلامي وفي مصر وفي السعودية وفي كل، لأن السجون مع ممتلئة في العالم العربي والعالم الإسلامي. أنت معارض عندك رأي، طيب أهل وسهلا، ما حبيتو واحد حب نجدو التبون الله يسهل عليك، بصح أنا مانيش نحب نجدد التبون. عندنا نظرة واحدة أخرى، واحد أخر عنده نظرة تاسعة، واحد أخر عنده نظرة رابعة خامسة. لا لا، لازم نطبل التبون ونطبل الشنقريحة ولا ما كاش. هذا يدلك، هذا هو الفرق بين الشعوب في الخارج. الشعوب في الخارج عندها حق الاختيار، وعندها حق التظاهر، وعندها حق حتى العدالة نتاعهم مستقلة. وشوفوا كاين شرطة تعداو في أمريكا وفي كذا، رفعوا عليهم دعاوى أنهم أفرطوا في استخدام القوة. احنا مكانش ناس معارض ما رفد سلاح، ما دار مظاهرة، قال تكلم، واحد تكلم في جريدة، واحد كتب في دار مقالة كيما 16 من خاوتنا اللي راهم في السجن، يعني في الحقيقة فك الله أسرهم وأسر جميع المعارضين، واحد كتب مقال كيما إحسان قاضي، واحد كيما إبراهيم الإعلامي، واحد فلان، يعني عشرات. علاش تسجنهم؟ هذا هو الفرق بين الشعوب عندهم. الشعوب عندهم، قلتها في كثير مرة، الشعوب عندهم مدللة يدلوها، احنا عندنا مذللة. مذلولة. اما تمشي في خط السلطة، واما انت مغضوب عليك ومن اعداء الجزائر، ويلفقونك تهم وتمس بامن البلاد. هذه امن البلاد يمس بها معارض، واحد يتكلم إذا كان هذا النظام يقول بأنني قوي وأنني قوة ضاربة وأنني عنده، يفتح المجال، يفتح المجال حتى للمعارضين، يفتح المجال حتى للمعارضين.